بعد اكمال تطهير حي الزرور والوقوف على مشارف نهر الخوصر وحي المثنى باتجاه فلكه حامله الجرار، توجهت قطاعاتنا يوم امس وهذا اليوم نحو صوب 4 احياء مهمه تم تطويقها بالكامل. حاليا تجري عمليات بحث وتفتيش داخل هذه الاحياء. الاحياء هي حي الشيخ كي وحي المشراق وكذلك حي القادسيه الاولى وحي المرور. حاليا نحن نقوم بعمليات بحث وتفتيش لوجود بعض عناصر التنظيم الذين لم تسنح لهم الفرصه بالهرب الزج بين صفوف المدنيين. نمتلك قاعدة بيانات قوية لدى قسم الاستخبارات حاليا تقوم بتدقيق هؤلاء العناصر المزجين بين صفوف المدنيين، وتم القاء القبض على العديد منهم. خلال التقدم لاحظنا المعنويات العالية والاندفاع العالي لقطاعاتنا، على العكس كان هناك انهيار كبير في صفوف تنظيم داعش الإرهابي الذي لاذ بالفرار عبور نهر الخوصر باتجاه حي المثنى ومن ثم باتجاه نهر دجلة. أيضا خلال التقدم حاول العدو وهو أسلوبه الأخير زج العديد من العجلات المفخخة من خلال تسييرها بواسطة الطائرات المسيرة. تم تدمير هذه العجلات بواسطة الدبابات البرانز وكذلك الأسلحة الساندة المتيسرة لدى القوة. لا زالت عملية البحث والتفتيش جارية وفتح الممرات الآمنة للمدنيين وتقديم المساعدات الطبية لبعض الجرحى من جراء القصف العشوائي لتنظيم داعش الإرهابي بواسطة الهوانات وكذلك الإطلاقات الطائشة. والحمد لله والشكر تمكننا من تحرير هذه الأحياء المهمة والواسعة والأحياء الأربعة بدون أي إصابات تذكر من قبل قطعات الصديقة في صفوف المدنيين.